الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني برئاسة النائبة أليسيا كيرنز. وخلال اللقاء أكد الرئيس السيسي أهمية اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها. وشدد الرئيس السيسي على أن الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيدا من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بنظيره الموريتاني محمد ولد الغزواني لتقديم التهنئة بمناسبة تولي بلاده رئاسة الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي. وأكد الرئيس السيسي دعم مصر لموريتانيا وثقته الكاملة في حسن وفائها بمسؤوليات رئاسة الاتحاد، مشيرا إلى استعداد مصر لتقديم ما لديها من خبرات في هذا الصدد للأشقاء في موريتانيا، بما يعزز العمل الأفريقي المشترك على مختلف المستويات. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يشرف رئيس مجلس الوزراء اليوم على الإفراج عن البضائع من منائل الإسكندرية، ويتابع سير عمليات الإفراجات بباقي المواني المختلفة. هذا وتشمل البضائع المفرج عنها السلع الغذائية والأعلاف والأدوية ومستلزمات الإنتاج. يأتي ذلك انعكاسا لنجاح الإجراءات المتخذة من الدولة خلال الفترة السابقة، وإسهاما في توفير السلع بالأسواق وتحقيقا لتوازن وانضباط الأسعار. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي يأتي في إطار سياسات الإصلاحات الهيكلية المتكاملة للاقتصاد المصري والتي أعدتها الحكومة. جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي للحكومة وممثلي صندوق النقد الدولي، حيث تم الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر. أكد محافظ البنك المركزي حسن عبد الله على أن الهدف من قرار رفع سعري الإيداع والإقراض هو احتواء التضخم، مشيرا إلى أن سعر الفائدة على المسار التنازلي. وخلال مؤتمر صحفي أكد محافظ البنك المركزي أن البنك لم ولن يستهدف سعر صرف محدد، بل يستهدف كبح جماح التضخم. وأضاف محافظ البنك المركزي أن التضخم يؤذي الاقتصاد على المدى البعيد أكثر من رفع سعر الفائدة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفها العنيف على مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأوضحت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت أكثر من 40 غارة على مناطق بدير البلح وخان يونس ورفح ومدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة 13 بعضهم بجروح خطيرة جنوب غزة. وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحامها لعدد من مدن وبلدات بالضفة الغربية المحتلة، كما احتجز جيش الاحتلال مركبة إسعاف في طمون جنوب طوباس ومنعها من الوصول لموقع إصابة شاب برصاص الاحتلال. توعدت الولايات المتحدة قوات الحوثي بمحاسبتها على الهجوم الذي استهدف سفينة بضائع أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الأمريكي أنه نفذ ضربات جوية ضد طائرتين مسيرتين في منطقة تسيطر عليها قوات الحوثي باليمن، بعدما شكلتا تهديدا وشيكا للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة.